ثم وجه كلامي لأحد عملاء الغرب وأقول: أنت بهذه التصريحات قد تبرأت من الشعب العراقي ومن الصدرين الذين كنت تدعي انتماءك لهما، وأنصحك بأن لا تواجه الشعب العراقي، وإلا كانت عواقب ذلك وخيمة، فإن الشعب العراقي لن يخضع للظلم بعد الآن، وهو ليس شعب العملاء واليهود، بل هو شعب الإمام المهدي فقط عجل الله فرجه. ثم إني وإن كنت أقول أن السلطة للعراقيين، إلا أني لو أردت الكلام بما يتكلمون أقول: إني أريد أن تكون السيادة والسلطة بيد العراقيين الشرفاء بواسطة الانتخابات، وهي مطلب كل المرجعيات والقادة بالإجماع تقريباً، لكن لا سيادة مع الاحتلال ولا حكومة مع الاحتلال. واعلموا أن أمريكا لن تخرج من العراق.